كل حاجة زي ما هي يا نديم، مفيش حاجة هتتغير، اخواتي ولا هتصرف معاهم. يا مختار الحقهم قبل ما يتهوروا ويعملوا مصيبة. انت المصايب كلها. أنا خايفة وحاسة إن ركبي ثابت ومش شايلاني. كده الموضوع بقى يقلق. والعمل؟ مفيش غير إننا نلغي العملية. والفلوس؟ ربنا يعوض عليكم. لا، كله إلا كده. دي فيها إعدام. عارفة يعني إيه إعدام يا نعمة؟ مدغور الفلوس قصاد رعبينا. وليه يا أخويا بس التشاؤم ده؟ مختار أكيد هيقعد مع إخواته وهيقنعهم. دول إخواته أكيد هيتفقوا. أشرف، أنتوا شاهدين عليا السبكة كده ليه؟ انا زيكم معرفش حاجه، واحلف لكم على مصحف بكده. يا سلام، قالوا للحرام احلف. حرامي؟ مش هلومك دلوقتي يا سعد عشان كلنا مظلومين، انما عتابك معايا بعدين. وانت حسابك معايا دلوقتي. بس 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 يا اشرف، خلينا نتكلم في البيت بهدوء عشان نعرف نحل المشكله. نحل؟ ما هي قفلت البيت، شفط الفلوس وراهن كل حاجه، ولن وافق على خطته لننسحب، وفي الحالتين هو الكسبان. مش هي دي امور الفهلاوه يا مختار؟ يا اشرف وطي صوتك شويه، احنا في الشارع. شارع انت كمان؟ انت مش فاهم حاجه. يعني هتتهمني؟ انا قد مش وريتك الاوراق اللي تثبت ان بابا هو اللي سحب الفلوس وراهن الاصول. حصل كل ده، حصل، بس احنا لو نتكلم بهدوء هنحل كل حاجه. ودي حاجه تفوت على مزور محترف زيك. يلا يا سعد انا هوريك. هتعمل ايه يعني؟ هسجنك يا مختار. يا دي الفضيحه. ويهون عليك تسجن اخوك واسجن ابويا لو ثبت لي انه حرامي.